رجاء قادلي كرة اليد. كما يعلم الجميع ان فريق رجاء قادلي هذا الموسم استطاع انه يتوج بالازدواجيه يعني الكاس والبطوله، والتتويج هذا ما جاش كما اشرت اليه سابقا، ما جاش وليد الصدفه، انما جاء نتيجه عمل يعني ديال السنه وكذلك الثلاث سنوات الماضيه، مع العلم ان فريق رجاء قادلي كان قاب قوسين في السنوات الثلاث الماضيه من الفوز باحدى البطولات وكذلك الكاس العرش، ولكن هذه السنه كنا عازمين اكثر من خلال المحافظه يعني الحفاظ على نفس تلسان البشريه اللي كيتوفر عليها الفريق، وتطعيم يعني تطعيم بلاعبين من خارج المدينه، يعني ملي تنقول تلسان البشريه تنقول ابناء الفريق وابناء الجهه، ابناء الفريق اللي هما تكونوا داخل الفريق. وهذا التتويج هذا كذلك ما نساوش انه جاء نتيجه يعني البنك الاحتياط اللي كان توفر عليه من اللاعبين يعني في المقابلات النهائيه سواء البطوله الوطنيه او خلال نهايه كاس العرش. هذا الشيء هو اللي ساعدنا اكثر اننا نفوز سواء بالبطوله او نهايه كاس العرش. ثم انه هذا الشيء اللي كيعطينا يعني اننا نشاركوا في البطوله الافريقيه اللي غتقام في ساحل العاج خلال شهر اكتوبر من هذه السنه هذه، ومع العلم ان فريق رجاء اكادير سبق له المشاركه وانضم للبطوله الافريقيه هنا بمدينه اكادير، ومن خلالها اول مشاركه احتل الرتبه الرابعه. تحيه